عزيزي المشاهد، أهلا بيك في حلقة جديدة من سلسلة حلقات 5 تسبيح بفهم، ودي الحلقة 80 وهي الحلقة 15 والأخيرة في موضوع تذوق اللحن القبطي. النهاردة هكلمك عن أصغر شكل لحني ممكن تتألف منه المزيكا، اسمه الخلية الموسيقية أو التيمة أو ثيم. والخلية الموسيقية دي ممكن تكون لوحدها كده كاملة المعنى، وممكن يتكمل معناها باللي هيجي بعديها من جمل موسيقية، ولازم طبعا يكون ليها دلالة معينة يعبر بيها الفنان عن انفعالاته وأحاسيسه، ولازم يكون ليها قيمة جمالية وتكون تقدر تحرك مشاعر اللي بيسمع فيتفاعل معاها. والملحن بياخد التيمة دي ويبتدي بقى ينميها بفضل القوة الدافعة المستخبية جواها، والشطارة بقى إنه هو بينميها يخليها ما تخرجش عن الهوية بتاعتها ولا عن المضمون بتاعها، بل بالعكس الأصول وهو بينميها ويعمل لها ديفلوبمنت يأكد هويتها ويفضل مخلص ليها ويحافظ عليها. مهم قوي إن احنا نفهم إن الخلية الموسيقية دي هي عبارة عن كائن حي بيتحرك، بينمو، بيتكاثر، بيولد انفعالات وبيؤثر في الحالة النفسية والروحية للمؤلف وللمستمع. ولو العمل الموسيقي كانت الخلية الموسيقية بتاعته وتنميتها معمول بشكل ميكانيكي مفهوش روح مفهوش مشاعر، على طول هتلاقي اللحن ده عمره قصير جدا. وعلشان نبسط موضوع الخلية، تعالوا نشوف الفنان المهندس المعماري منير وصفي سوليست فرقة ديفيد وهو باحث في الألحان القبطية قال إيه. قال لك ممكن نشبه الخلية الموسيقية دي بقالب الطوب اللي بنبني بيه أي مبنى، لأنه يعتبر أصغر وحدة ممكن أبني بيها بنية صغيرة، وبعدها ممكن أكمل مدمكين طوب، مدمكين، ويبقوا عاملين الاتنين دول زي الجملة الموسيقية اللي فيها سؤال وجواب، ولو كملت أكتر من كده ممكن أبني حيطة وأكمل وأبني دور، ويبقى الدور كده على بعضه عامل زي الفكرة الموسيقية في اللحن ولتكن A1، ولو الدور ده بيتكرر وكل دور زي التاني يبقى عندي A1 وبعدين A2 وبعدين A3، وكأني بنيت عمارة. ولو طلع بقى ان الدور مثلا التاني مختلف في تصميمه شوية عن الدور الاولاني والتالت، فيبقى A1 وبعدين B مختلف وبعدين A2. ومن هنا بقى لازم بقى نتكلم عن القالب الموسيقي. ليه؟ لان القالب الموسيقي هو الاطار اللي المؤلف هيحط فيه الافكار الموسيقية بتاعته والافكار اللحنية. القالب ده يا جماعه زي السوناتا، زي الكونشيرتو، زي السيمفونيه، وزي في الشرق عندنا الطقطوقه والموشح والدور. كل دي قوالب الملحن بيختارها ويحط فيها افكاره الموسيقيه حسب انهي قالب مناسب للافكار بتاعته. زي الاديب، ما هو الاديب بيقرر انه هيكتب، فيقول هكتب ايه، قصه قصيره ولا هكتب روايه ولا هكتب مسلسل تلفزيوني. ما هي القوالب دي للكتاب وللادباء، زيها برضو في للموسيقيين. طب هتقول لي يا استاذ جورج، أنا مالي ومال القالب؟ أنا راجل غلبان، أنا راجل هسمع الألحان القبطية من سكات، ولو هحفظها هحفظها من سكات برضو، هحفظها زي ما هي. يطلع لي بقى ليها قالب ما يطلع لهاش قالب، أنا مالي؟ أقول لك لا لا لا، استنى بس، استنى عندك، ده أنا بالقالب ده هخليك تعرف راسك من رجليك، فما تتهش. أولا لازم تفهم إن القوالب الموسيقية للألحان القبطية بتأكد لك قد إيه كان الآباء الأولين اللي ألفوها كان عندهم إدراك موسيقي ووعي فني، فألفوا الألحان دي في قوالب كتيرة جدا ومتنوعة، منها البسيط ومنها المركب. والحقيقة الشماس أو اللي بيسمع الألحان دي لو ما فهمش القالب بتاع كل لحن هتلاقيه ممكن يأديه أداء بهتان، فما يبقاش حاسس ببداية كل جزء والجزء اللي بعديه في القالب ده. وفي الألحان الطويلة ممكن الواحد يتوه في بحر من النغمات بتاعة أجزاء القالب اللي اتفككت بسبب سوء الأداء. عشان كده تعالوا الأول أقول لكم إيه أهمية القالب، وإيه أهمية إن الشماس يفهم القالب الموسيقي بتاع اللحن. نمرة واحد، بتعرف الشماس والمرتل بالتقسيم الداخلي للحن، فمثلا نقول اللحن ده A وبعدين B وبعدين A كمان مرة وبعدين C، فكده يستوعب معالم اللحن الموسيقي ويبقى عارف الأجزاء اللي هتتعاد زي A دي والأجزاء اللي مش هتتعاد زي البي وزي السي. نمرة اتنين، بتخلي الشماس والمرتل يرتل بفهم، فيقول اللحن وهو بيوضح التقسيمات الداخلية اللي خلاص فهمها واستوعبها، فينعكس ده على فهمه وينعكس فهمه ده على أدائه، فيصلي بالروح وبالذهن أيضا. نمرة 3 فهم القالب بيسهل على الشماس استلام اللحن من المعلم بسرعة، وما تبقاش هناك حصص ألحان مجهدة للشماس من كتر تركيزه في حفظ النغمات ورا النغمات ورا النغمات، من غير ما يكون في حدود زمنية بتفصل بين كل جزء والجزء اللي بعديه. خصوصا بقى لو مفيش نوتة محطوطة قدامه، يبقى كده الدنيا تاهت على الآخر. نمرة 4، لو استوعب الشماس القالب الموسيقي للحن هيعرف ايه اسلوب الاداء المناسب للحن ده، اذا كان اسلوب انتيفونه بين خورس قبلي وبحري، ولا اسلوب ريسبونسريالي تجاوبي، ولا جماعي، ولا فردي. طيب علشان بقى الموضوع ما يبقاش كلام نظري، تعالوا نشوف ايه حكايه قوالب الالحان دي بامثله. في قالب سهل جدا وموجود بكثافه في الاربعه الدمج في التسبيحه، وموجود في الالحان بتاعه القداس الالهي زي في الهتنيات وفي لحن اونوف الممريه، والقالب ده له صيغه احاديه اللي هي ايه؟ A1 A2 A3 احاديه، زي لحن قريب صالين، قريب صالين ابي ايه طواش اهري اجونو افكس افتم فافكر في مؤفتي شوش هس اروف اري هوتشاس. ادي ايه؟ فوشن بيرومي امبايليوس وجل. ادي ايه 1 زي ما هو باين كده قدامنا. واحيانا بقى بينتهي بجمله ختاميه، جمله بي مختلفه خالص عن الايهات اللي عماله تيجي ورا بعضيها، فتيجي الجمله بي دي كانها تسجيل ختامي للحن في اخره كده، زي لحن بقور الفرايحي، لانه بيجي بعد 4/4 فيه ويجي خاتم بجمله اتنوش تموك او بخريستوس. وفي قالب A B A1 B1 A2 B2 وبعدين C زي لحن ليه صب في تيرو. طب تعالوا ناخد لحن صعب بقى شويه ونبص على التقسيم الداخلي بتاعه. ايه رايكم مثلا في لحن أطاي بارسينوس اللي فيه 10 نبوات عن الست العذراء بتتعزف كل نبوه على وتر من اوتار قيثارة داوود في سوره بارالاكس؟ لما نبص على القالب بتاع لحن أطاي بارسينوس نلاقيه بيتكون من مقدمه رائعه اسمها ايه؟ فيها 4 اجزاء متناسقين، وبعدين باريلاكس بيتكون من 10 نبوات من بي 1 لبي 10، من بي 1 لبي 10، كل نبوه مقسومه 2. الجزء الاولاني من النبوه كانه سؤال كيو، والجزء الثاني كانه جواب ار اللي هو كويستشن وريسبونس. وطبعا هو ده الشكل العلمي للجمله الموسيقيه السليمه التكوين اللي عرفتها الكنيسه القبطيه قبل العالم بقرون كتيره جدا. طب لو انا شماس ومش حافظ اللحن، مش لو المعلم جه حط قدامي رسمه القالب اللي قدامكم دي، مش خلاص كده هفهم اني لو حفظت المقدمه الاي دي وحفظت معاها واحده بس من البيهات ال10 بسؤالها وجوابها بالكيو وبالار بتاعتها، مش هبقى انا كده كاني حفظت اللحن كله، بدل ما انا قاعد مرعوب من طوله ومش قدامي النوتة. عشان كده بقول لكم معرفة قالب اللحن هيسهل كتير جدا عملية فهم وحفظ اللحن. عزيزي المشاهد، فهم الخلية الموسيقية والقالب الموسيقي هيخلوك تتذوق الألحان وتستمتع بيها وتحفظها بسهولة جدا. ويا سلام بقى لو كنت بتعرف تقرأ نوتة موسيقية، هتلاقي نفسك مش بتحفظ، هتلاقي نفسك بتقرأ وبتفهم. عموما احنا هنكتفي بكده النهاردة، بس عايز اطلب من الشمامسه اللي بتحب الكنيسه والالحان القبطيه ان كل شماس ياخد لحن واحد وبالراحه كده يحاول يعرف الجزء اللي بيتكرر فيه وبيتكرر كم مره، والجزء المختلف فيه وكم جزء مختلف، وهل في قفله بيتختم بيها اللحن ولا لا، ومن التفصيصه دي يروح راسم القالب الموسيقي بتاع هذا اللحن زي اللي انا رسمته وحطيته قدامكم دلوقتي. ويا سلام بقى لو كل كنيسه عندها مدرسه شمامسه تكون مجموعة عمل ترسم قوالب كل الألحان، هيكون عندنا عمل عظيم جدا يثري الكنيسة القبطية، وهيبقى عندنا القوالب الموسيقية لكل ألحان الكنيسة القبطية. عموما أنا هكتفي باللي أخدناه في موضوع تذوق الألحان القبطية على مدى 15 حلقة، عشان من الحلقة الجاية بإذن ربنا نبتدي في الموضوع اللي طال انتظاركم ليه اللي بتحبوه، وهو المقامات الموسيقية. فإلى اللقاء، أشوفكم على خير وبرنامج 5 تسبيح بفهم.